يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما توجيهكم لمن يجاهد نفسه بتزكيتها؟ وهي لا ما توجيهكم لمن يجاهد نفسه بتزكيتها وهي لا تلبث أن تتفلت عليه وتتكاسل وتضعف؟ نعم، يحتاج إلى صبر. وصحيح أن النفس تتفلت على صاحبها، لكن يصبر عليها ويلزمها بطاعة الله، ثم بعد ذلك تتعود نفسه على الطاعة وتسهل عليه بعد المران والممارسة. نعم.